مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. هكذا نتابع على مدار ساعات هذا اليوم قمة الأمن والتنمية التي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. هذه القمة التي ضمت الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول الخليج العربي ومصر والعراق والأردن، والتي ناقشت عددا من القضايا والملفات في مقدمتها تعزيز الأمن بين الجانبين وتعزيز قضايا التنمية وأمن الطاقة خاصة الطاقة النفطية والعديد من الموضوعات أيضا التي جاء في أولوياتها ومقدمتها موضوع مكافحة الإرهاب، والذي أسهب في الحديث عنه بالتركيز والقول الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك أيضا مجموعة من المحاور والموضوعات التي ناقشتها هذه القمة، والتي جاءت ضمن هذه الجولة الشرق أوسطية التي دخلت اليوم يومها الرابع بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي بدأها كما تابعنا بزيارة لإسرائيل. كما تابعنا أيضا منذ قليل كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والذي أسهب فيه في الحديث عن مجموعة من نتائج القمة ورؤيته لأهم الموضوعات التي ناقشها. لكن أهم ما ركز عليه وزير الخارجية السعودي قوله إنه لم تتم مناقشة موضوع أي تحالف بين دول الخليج وإسرائيل، لأن هذه القضية كما تعلمون بالطبع شهدت الكثير من المداولات في الآونة الأخيرة عن حلف، عن دمج، عن ناتو عربي وهكذا من تعبيرات. كذلك أيضا شهد المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي الحديث عن تطوير العلاقات السعودية الأمريكية وما تشهده من استقرار وارتكازات عديدة، في مقدمتها أمن الطاقة الذي تتعهد دائما المملكة بتوفيره للعالم كله في هذه الفترة التي يمر بها العالم من الصعوبات، خاصة مع الأزمة الأوكرانية الروسية. كذلك شهدت هذه القمة مجموعة من النقاط الخاصة بالتوافق وربما شيئا من الاختلاف بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث ركز الجانب العربي في مجمله على الحديث عن أهمية الوصول إلى حل عادل ومتوازن ودائم للقضية الفلسطينية، القضية الأولى بالنسبة للعالم العربي. لكن على الجانب الآخر الرئيس الأمريكي قال إن حل الدولتين ربما يكون بعيد المنال في هذه الفترة. دعونا نتابع هذا التقرير الذي يناقش أهم أبعاد هذه القمة، ثم نبدأ بعده التغطية الحوارية لهذا الموضوع. كونوا معنا. دور محوري وتاريخي تلعبه مصر دائما، ما يزيد من ثقلها العالمي ويجعلها محور اهتمام قادة العالم وشريكا أساسيا في صناعة القرار في كل القضايا الإقليمية والدولية. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية إلى جانب قادة الدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية. وخلال فعاليات قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في المملكة العربية السعودية حاليا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي العزم على تطوير المشاركة بين الدول العربية من جانب والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، للانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون المشترك بين الجانبين. أتقدم بالتحية والتقدير للدول المشاركة في قمة اليوم، والتي تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، لتحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما أكد على ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء الصراعات المزمنة والحروب الأهلية التي أنهكت شعوب المنطقة. لقد حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهقت شعوب المنطقة واستنفذت مواردها وثرواتها في غير محلها. هذا وتسعى مصر دائما لمد جسور التعاون مع دول العالم من أجل إرساء الأمن والاستقرار وبحث الحلول الحاسمة لكثير من الملفات والقضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط. إذن هكذا رصدنا من خلال هذا التقرير مجموعة من المحاور الخاصة بهذه القمة، قمة جدة التي استضافتها اليوم المملكة العربية السعودية وضمت عددا من قادة الخليج العربي والرئيس الأمريكي. للحديث عن هذا الموضوع نرحب اليوم في هذه الحلقة بالأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي ونائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني هكذا القمة انتهت، ومعها أيضا انتهت
جولة الرئيس الأمريكي العربية، ما هي أهم نقاط التوافق أو الاختلاف التي تابعتها في هذه القمة؟ يمكن بداية هذه قمة استثنائية ومهمة للغاية، ويمكن أهميتها بتأتي كما حتى أشار السيد الرئيس عبر كلمته من دلالة التوقيت، توقيت مفصلي بيشهد فيه العالم الكثير من المتغيرات الدولية والإقليمية، صراع دولي أطفى بظلال سلبية على أمن الغذاء وأمن الطاقة وغيرها أيضا من الأمور التي أيضا أصبحت محل شكوى لشعوب دول العالم. وبالتالي أن يكون هناك الآن تواصل ما بين القطب الأمريكي هذا القطب والشريك الدولي المهم جدا، وما بين الكتلة العربية الفاعلة والقوية والقادرة على صنع القرار العربي، فهذا أمر جيد جدا. أعتقد أن الاتفاق جاء فيما يتعلق ببعض القضايا على رأسها طبعا، وكما أشار الجانب الأمريكي وإن كانت هذه تصريحات فقط ننتظر من بعدها حراك، ولكن فكرة أن يكون هناك اتفاق الآن ما بين الجانب العربي والجانب الأمريكي على مبدأ حل الدولتين، أعتقد أن هذا أحد أهم مخرجات هذه القمة وهذه الجولة التي قام بها بايدن. نعم ننتظر كما ذكرت أن تترجم هذه التصريحات الأمريكية إلى دفع للجانب الإسرائيلي وإتاحة فرصة لمسارات السلام والجلوس على طاولة المفاوضات وإيجاد صيغة نهائية لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. نعم، لكن الرئيس الأمريكي قال أن حل الدولتين يبدو بعيد المنال حاليا. في الحقيقة في تصريح آخر قال أنه يدعم هذا الحل، وبالتالي هناك تصريحات متضاربة، وبالتالي نحن نتحدث أن هذا التصريح أيا كانت تبعاته أو ما يلحق به من إضافات يضيفها بايدن على هذا التصريح يجب أن نراه مترجما على أرض الواقع، لأن الحراك في القضية الفلسطينية بالتحديد سوف يحلحل كافة قضايا المنطقة، وهذا أيضا ما تشير إليه الدولة المصرية طوال الوقت، فكرة أن حلحلة القضية الفلسطينية سوف يتبحث حلحلة لكافة القضايا الأخرى في الشرق الأوسط. لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي قصد من تصريحه هذا أن التغيير الديموغرافي حدث على الأرض الفلسطينية، وبالتالي لم يعد مقبولا وجود دولة أخرى، يعني في وجهة نظري طبعا. يمكن هنا تأتي الرؤية العربية، وما يطمئن أن الكلمات العربية كلها أكدت على المبدأ العربي الثابت المتجه نحو فكرة حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة فلسطين والحفظ الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحقيقة والمنطقية والتاريخية. طب إذا كان الأمر هكذا أستاذ جمال وعفوا للمقاطعة، يعني لماذا لم يدع الرئيس الفلسطيني للمشاركة في القمة؟ يمكن كان هناك قمة ثنائية ما بين طبعا الرئيس الفلسطيني وما بين جو بايدن، وبالتالي كان هناك نقاش مفتوح ما بين القيادة الفلسطينية والقيادة الأمريكية حول كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، وأيضا كان هناك حوار ما بين جو بايدن والجانب الإسرائيلي، وبالتالي بالفعل تم حوار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الجانبين طرفي الصراع، ومن ثم انتقل الحوار لأطراف أخرى هي راعية لهذه القضية ومساندها لها طوال الفترة. زيارة بايدن للأراضي الفلسطينية لم تستغرق سوى 4 ساعات أو أقل، هل هذا هو الحيز الذي تشغله القضية الفلسطينية في الإدارة الأمريكية الحالية؟ يعني دعنا نتحدث بمنطقية، بالتأكيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية علاقات استثنائية، مخصص يوما كاملا لزيارته لإسرائيل. بالتأكيد يعني هناك استثنائية في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، و يعني لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الاستثنائية، وبالتالي يجب أن يعطيها مساحة، خاصة أن هذه الزيارة ليست فقط طبعا للجانب الإسرائيلي، ليست فقط من أجل قضايا الشرق الأوسط، ولكنها أيضا لمغازلة الناخب الأمريكي الذاهب إلى صناديق الاقتراع في انتخابات النصفية الخاصة بالكونغرس. بايدن يحاول أيضا من خلال هذه الزيارة حصد بعض المكاسب لها علاقة بالوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني أن يمضي بعض الوقت مع الجانب الإسرائيلي، فبالتأكيد هذه مغازلة للوبي الإسرائيلي. طيب، في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لنقاط الاختلاف بين الجانبين ما هي؟ يمكن يعني بالتأكيد ربما يختلف الطرفان الآن على بعض النقاط، ولكن أنا أعتقد أن يجب أن ننظر بشكل واضح لنقاط الاتفاق وننطلق منها. نعم طوال الوقت سوف يكون هناك بعض النقاط، مش عايز أقول اختلاف، ولكن نقاط يعني تقارب،
ولان برضو ما فيش نقاط اختلاف بشكل واضح وبشكل صريح. يعني حينما نتحدث عن الجانب الفلسطيني فهناك تقارب، لا يوجد تطابق ولكن يوجد تقارب. حينما نتحدث ايضا عن قضايا اخرى في المنطقه زي ايران، زي سوريا، زي اليمن، غيرها من القضايا، نعم وان لم تتطابق الرؤى سوف نجد يعني تقارب. ولكن فكره الاختلاف بمعنى الاختلاف وتباعد وجهات النظر بشكل صريح وواضح هذا غير موجود. ربما الولايات المتحده الامريكيه اتت الى منطقه الشرق الاوسط، ويمكن هذا حضرتك ما تريد ان تشير اليه، ربما الولايات المتحده الامريكيه كانت تريد بعض المكاسب لها علاقه بالانحياز مثلا العربي للرؤيه الامريكيه في بعض القضايا الدوليه، وهذا لم يحدث ولن يحدث بالمناسبه، لان الموقف العربي منذ اشتعال وتيرة الصراع الدولي مع بداية هذا العام في الحقيقة ان الموقف العربي يتبع فكرة الحياد الايجابي، فكرة اننا لن ننخرط في هذه الصراعات الدولية بل سوف نحاول ان ندعم مسارات التسوية والحلول السياسية، وشفنا ده حتى من خلال جامعة الدول العربية واللجنة المنبثقة عنها التي قامت بدور وساطة ما بين الاطراف. هذا في موضوع ايران تحديدا، هذا في موضوع مثلا اوكرانيا وروسيا وغيرها من القضايا المشتعلة في المنطقة. وبالتالي الجانب العربي لن ينحاز لأي من الأطراف الدولية بشكل يضر بالمصالح العربية، ولكن سوف يظل هناك حياد إيجابي. ربما هذا مكسب تسعى إليه كل القوى الكبرى الآن، تريد أن تحدث نوع من أنواع التجاذبات السياسية للمنطقة العربية. ولكن من الجيد أن نجد المنطقة العربية ثابتة لديها رؤية واضحة، ويمكن هنا في الحقيقة يأتي دور القاهرة. القاهرة لعبت دور مهم جدا في إحداث هذا التقارب في وجهات النظر، إيجاد صف عربي موحد يواجه هذه المتغيرات الدولية. يمكن منذ بداية هذا العام وبنرى حراك عربي مصري كبير جدا، يعني خلينا أقول لحضرتك أن القاهرة استضافت 12 قائد عربي منذ بداية العام، يعني نصف القادة العرب. بنتكلم ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي زار 6 عواصم عربية، من ضمنهم مثلا 5 هم من عواصم مجلس دول التعاون الخليجي. اذا هناك مؤشرات بتقول ان القاهرة لعبت دور مهم جدا في ايضاح للمجتمع العربي فكرة اهمية هذا الحياد الايجابي والنقي بالمجتمع العربي عن الانخراط في هذا الصراع العربي الدولي عفوا، لان راينا في الماضي اخطاء كبيره جدا دفع نتاجها العرب حينما انجذب العرب لناحيه الشرق او ناحيه الغرب وانصرف عن مصالحه. ولكن ما نراه الان هو بحث عن المصلحه العربيه اولا، البحث عن حتى فيما يتعلق بامن الطاقه، وهذا كان من اهم محاور طبعا هذه القمه. ويمكن بايدن يعني طوال الوقت كان يتحدث عن الطاقه وهو في هذه القمه، حتى أسئلة الصحفيين المرافقين لبايدن طوال الوقت تتحدث معه عن فكرة هل هذه اللقاءات سوف تسفر عن خفض أسعار البنزين في الداخل الأمريكي. فإلى هذا الحد هذا الملف يشغل بال مش بس القيادة الأمريكية ولكن حتى المواطن الأمريكي. نعم، يبدو أن الرئيس الأمريكي ربما يعني أراد أن يستغل ورقة إيران والعلاقات المتوترة بين إيران وعدد من الدول وإسرائيل تحديدا، ليكون هذا التحالف أو هذا الحلف الذي يعني أثير في الآونة الأخيرة ثمنا لحل مجموعة من القضايا الأخرى العربية المعقدة. هل تتفق مع هذا الرأي؟ ربما يطمح كيفما يطمح بايدن، ولكن الواقع يقول أن هذا أمر لن يحدث وأمر من المحال أن يحدث. المجتمع العربي لن يدخل في أي من الأحلاف أو التحالفات العسكرية، ورأينا هذا في تصريحات صريحة من الجانب العراقي من يعني مختلف الدول العربية. وبالتالي ربما يحاول البعض، وهذه في الحقيقة أوراق ضغط دائما لدى القوى الكبرى. القوى الكبرى طوال الوقت تريد أن يعني أن تنغمس في الصراع، أن تخرطك في هذه المشاكل وأن تكون ضمن أوراق اللعب والضغط. ولكن من الذكاء أن تنأى بنفسك عن هذه الديمومة من الصراع، وده اللي بنشوفه في الحقيقة الوقت. لكن أليس من المفترض أو ربما أن هذا التحالف المشار إليه في الآونة الأخيرة ربما قد حدث بالفعل وتم يعني تنفيذه على أرض الواقع بشكل أو بآخر، وربما الشعوب يعني لا تعرف هذه التفاصيل؟ لا، لم نجد على أرض الواقع تحالف بهذا الشكل، ولم يعني تصدر أي بيانات أو تحركات حتى عسكرية تشير أن هناك تحالف
على غرار ما حضرتك تتحدث عنه، وبالتالي هذا التحالف. بعض الحقائق لا تعرف إلا بعد حدوث الأفعال. نحن نتحدث الآن عن شواهد، والشواهد بتقول إن على أرض الواقع لا يوجد مثل هذا التحالف، وأيضا التصريحات السياسية والبيانات المتاحة وكل المعلومات المتاحة تقول أنه لا يوجد مثل هذا التحالف. نعم. وأيضا نحن الآن في يعني عصر لا تختفي فيه المعلومة، يعني نعم. أعتقد أن إذا كان هناك نوع من أنواع التحالفات قائمة بالفعل عسكريا كان سوف يظهر للجميع. الصحافة الأمريكية نعم. لن يعني بالتحديد لن تخبئ مثل هذا هذه الأخبار، لأنها سوف تلعب بيها. لكلام حضرتك وزير الخارجية السعودية منذ قليل في المؤتمر الصحفي نفى وجود أي نقاشات عن مثل هذه التحالفات أو مسألة الدمج المثار. طيب نتحول إلى موضوع آخر، يعني بعض الكلمات التي وردت على في هذه القمة بالنسبة للقادة العرب تحدثت عن مسألة رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول. هل هذه رسالة في رأي حضرتك موجهة تحديدا إلى الرئيس الأمريكي، خاصة في عدد من الملفات التي بين الحين والآخر تخرج بها أو واشنطن للحديث عنها مثل قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها؟ يمكن بالتأكيد هذه رسالة مهمة مش بس للجانب الأمريكي، لمختلف الدول التي تريد طوال الوقت أن تقحم نفسها في يعني قضايا داخلية للدول وتقتحم سيادة الدول، لأن الدول يجب أن تحترم سيادتها وأن تحترم أيضا معتقداتها وتقاليدها وقيمها، وبالتالي لا يجب أن أتحرك من منطلق قيمي خاص بي وأحكم على قيم الآخر. وبالتالي أنا أعتقد أنها رسالة في غاية الأهمية، وافق عليها كافة قادة الدول العربية. لا مجال الآن لإقحام بعض الوجهات النظر تحت بقى غطاءات سواء كانت حقوق إنسان أو ديمقراطية أو أيا كانت هذه الشعارات، وأتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لأن التجارب خلال العقد الماضي يعني بتقول لنا كده بوضوح وبصراحة أن هذه الشعارات وهذه التحركات التي تحركت من خلالها مش بس الولايات المتحدة الأمريكية، الكثير من القوى العالمية وحاولت إقحام نفسها في الداخل العربي أسفرت عن مآسي وعن تفتت لهذه الدول التي تدخلت فيها، وعن فوضى أسفرت الآن عن حجم كبير جدا من المهاجرين واللاجئين ومخيمات النازحين. وبالتالي نحن نتحدث عن مبدأ، أنا أعتقد إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية طوال الوقت تتحدث عن سيادة القانون الدولي، فمن يعني الأعراف الدولية ومن قيم القانون الدولي هو مراعاة سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. يجب أن يكون هناك مساندة، يجب أن يكون هناك تعاون، يجب أن يكون هناك شراكات، ولكن من مبدأ يعني وين جيم، المكاسب المشتركة والمصالح المتبادلة. طيب ضمن هذه المكاسب المشتركة والمصالح المتبادلة، ما هي الأوراق التي يمكن أن يعني تستفيد منها الدول العربية في تحريك عدد من الملفات الراكدة، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي وتأكيداته في الفترة الأخيرة ومن خلال هذه القمة أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وهذا يؤكد أنه يسير على نهج الرئيس السابق ترامب، وبالتالي هو يعني يعارض بشكل أو بآخر تنفيذ المبادرة العربية. التصريح ليس وثيقة، التصريح في نهاية الأمر هو تصريح، ولكنه يعبر عن موقف، وبالتالي أيضا الجانب العربي لديه تصريحات وتعبر عن المواقف العربية، وبالتالي موقف أمام موقف، من ينتصر هنا الحكم لطاولة المفاوضات. عشان كده نتحدث عن أهمية الجلوس على طاولة المفاوضات وإتاحة جميع الأوراق للنقاش. ويمكن الجانب الأمريكي في الحقيقة تصريحاته طوال الوقت بترد على نفسها، ويمكن حتى هو حينما تحدث مع الرئيس الفلسطيني أكد مثلا على أهمية إشراف دولة الأردن الشقيقة على المقدسات مثلا في القدس، وبالتالي هذا يرد على هذا التصريح. وبالتالي أنا أعتقد أن علينا أن لا نعول على التصريحات الخاصة بالجانب الأمريكي في هذا الوقت، علينا أن نعول إذا كانت هذه التصريحات سوف يتبعها تحركات أم لا. يعني فترة ترامب كنا لا نرى تصريحات، كيف نرى تحركات. اسمح لي، يعني كيف لا نعول إذا كان هو بهذه التصريحات يعني يؤكد نفس الموقف الإسرائيلي تماما؟ يعني ما بقول لحضرتك احنا نعول يعني على التحركات، هو الآن ينوب عن إسرائيل في الحديث عن هذه القضايا. إذن نريد تحركات، إن لم يكن هناك تحركات
فعليه لدعم مسار السلام ودعم القضيه الفلسطينيه وفق الرؤيه العربيه الخاصه بهذه القضيه. بالتالي هذه التصريحات لا يعني اعراب لها، لا مكان لها. سيظل الموقف العربي لن تغيره هذه التصريحات ولن تغيره المواقف. طب ما هذه التصريحات حضرتك يعني بتذكر بقى لها فتره طويله جدا، وترامب نفسه قال اكثر من هذا، بل نقل السفاره الاسرائيليه الى القدس. هل تغير الموقف العربي؟ هل حدث جديد في الموقف العربي؟ هذا ما نعول عليه، يجب أن نعول على أنفسنا نحن. وهذا ما نسأل عنه أيضا، هل ستسفر هذه القمة عن تغيير في الموقف العربي من حيث الخطوات والإجراءات الفعلية على أرض الواقع؟ أم وأيضا من الجانب الأمريكي تحديدا، هل سنشهد جديدا في القضية الفلسطينية؟ هل ستكون هناك عودة حقيقية للولايات المتحدة لقضايا الشرق الأوسط؟ العودة إلى الشرق الأوسط أصبحت حتمية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن الاستدارة الأمريكية ناحية الشرق الأوسط مجددا أتت بعد 18 شهر أخفق فيهم بايدن بوضوح فيما يتعلق بإهمال منطقة الشرق الأوسط، ربما الخروج المهم من أفغانستان وما تبعه من محاولات حتى يعني خفض القوات العسكرية من العراق ومن سوريا، ويعني الاتجاه بكل القوة الدبلوماسية ناحية شرق أوروبا والشرق الأقصى. أفقد الولايات المتحدة الأمريكية وجودها التقليدي اقتصاديا وسياسيا في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في المنطقة العربية. عشان كده بايدن تحدث بوضوح، قال نحن لن نترك يعني فراغا يملأه الآخر، وهنا يقصد طبعا القوى المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن كان من الأخطاء الاستراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية هو الانصراف عن منطقة الشرق الأوسط. يمكن بايدن كانت هذه نيته من قبل الدخول حتى للبيت الأبيض، هو تحدث في مقال في الفورين بوليسي أثناء حملته الانتخابية وتحدث عن ترتيب دوائر اهتماماته الخارجية، وأتت الدائرة العربية حينها متأخرة، ولكن الآن تعود الدائرة العربية مجددا ضمن دوائر الاهتمام الأولى في السياسة الخارجية الأمريكية، لأن هناك أوراق مهمة جدا لدى العرب، سواء كانت الطاقة، سواء كانت فيما يتعلق بالأمن الملاحي وسلاسل الإمداد والتموين، أيضا فيما يتعلق بالكتلة العربية ككتلة لها تأثير في المحيط الدولي. وتم إضافة أيضا ما اتبعته الكتلة العربية من فكرة حياد إيجابي، لأن أصبح الجميع يتنافس الآن على خلق علاقات جيدة مع الدول العربية القوية، لأن هذه الدول أصبحت تقف على الحياد تبحث عن مصالحها سواء الاقتصادية أو السياسية، وهذا يجعلها طوال الوقت محل لهذه التنافسية. طيب في ظل هذه الظروف، هل ترى أن هذا هو بالفعل الوقت الأمثل بالنسبة للجانب العربي للتعبير عن قضاياه المزمنة؟ يمكن هو ليس التوقيت الأمثل للجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي أتى متأخرا، ولكن أنا أعتقد أن هذا التأخر كان في صالح العرب. هذا التأخر أمهل العرب فرصة لإعادة التموضع الدولي وإعادة الاتزان العربي الدولي بشكل يليق وحجم الدول العربية الكبيرة المستقرة. يعني هذا الفراغ الأمريكي الذي حدث في المنطقة خلال 18 شهر الماضية أتاح للدول العربية أن ترى الصورة من ربما بعيد بعض الدول العربية، لأن طبعا هناك دول كانت هذه استراتيجيتها منذ البداية. يمكن مصر لديها هذا الاتزان السياسي منذ عام 2014 وهي تبني خطواتها في السياسة الخارجية على هذا الاتزان السياسي، هي تتعامل مع كافة الأقطاب الدولية بهذا الاتزان، لا تنحاز، لا تدخل في أحلاف لها علاقة ب يعني انخراط في الصراع الدولي وغيرها من الأمور. ومن ثم أنا أعتقد أن بالعكس هذا التوقيت توقيت مناسب جدا للمنطقة العربية وللدول العربية المشاركة، لأنه يأتي بعد أن رتبت هذه الدول وضعيتها الجديدة في المجتمع الدولي، أحدثت علاقات جيدة مع كافة الأطراف الدولية، أحدثت توازنات اقتصادية أيضا ويعني تجارية مع كافة دول العالم. ويمكن هو ده اللي خلى بايدن الآن يهرول إلى المنطقة العربية، لأنه رأى أن هذه المنطقة العربية المهمة جدا جيوسياسيا يعني بيسحب منها يعني كافة الفرص الأمريكية، وبتذهب هذه الفرص إلى مناطق أخرى. عشان كده رأينا بايدن أيضا يتحدث عن عودة الاستثمارات مثلا للجانب السعودي ودخول في بعض المشروعات الاستثمارية في الداخل السعودي. الحقا بكلام حضرتك، وزير الخارجية السعودية في المؤتمر الصحفي منذ قليل قال إن أهم ما تبرزه هذه القمة هو مساهمة دولنا في وضع الأجندة العالمية حفاظا على مصالحها. أكيد، يمكن هذه المصطلحات المهمة جدا، ويمكن هذا استكمالا بالفعل
لما كنا نتحدث عنه، ان الان العرب قادرون على ان يفرضوا اولوياتهم ومصالحهم على الاجنده الدوليه. انا اعتقد ان الوصول الى هذه النقطه ده احد اهم مكاسب هذه القمه، ان العرب خرجوا من هذه القمه وهم الان يقولون للعالم نحن سوف نضع على الاجنده الدوليه اولويات العمل العربي وفق المصلحه العربيه. ويمكن المكسب الثاني ويمكن هو الاهم ايضا هو الخروج من هذه القمه دون ان تنحاز الكتله العربيه للرؤيه الامريكيه فيما يتعلق بالصراع الاوكراني الروسي والحفاظ على الحياد الايجابي. ويمكن هذا او هذه المحافظه على هذا الحياد الايجابي انا اعتقد ان هو كان من الصعب للغايه، ويعني مارست خلاله القوى العربيه نوع من انواع الدبلوماسيه الرصينه التي اتاحت لها الان ان تخرج من غير ان تتحدث عن هذه الازمه، لان الجانب الاسرائيلي نفسه استطاعت الولايات المتحده الامريكيه ان تورطه برغم هذه العلاقه الاستراتيجيه. يمكن يعني الجانب الاسرائيلي تحدث، رئيس الوزراء الاسرائيلي تحدث بوضوح، وهذا سوف يحدث خلاف ما بين اسرائيل وبين الجانب الروسي ويعني انحاز للرؤيه الامريكيه، في حين ان كانت كل التصريحات الاسرائيليه في الفتره الماضيه تحاول الحفاظ على بعض الاتزان. ولكن ورقة النفط هل يعني ستظل أو تبقى هي الورقة الوحيدة والأكثر أهمية بالنسبة للدول الخليجية التي يمكن أن تستغلها في تحقيق مآربها أو أهدافها؟ بالعكس، أنا أرى أن هذه القمة أخرجت ورقة النفط من المعادلة، خصوصا مع كلمة الأمير محمد بن سلمان وجدنا تحديد لإنتاج المملكة العربية من النفط، يعني خفض مستوى الطموحات الأمريكية حيال هذا الأمر، أيضا عدم حديث بعض الدول أيضا النفطية الأخرى عن هذا الأمر وعن زيادة الإنتاج في هذه القمة بشكل علني، كلها أمور بتؤكد أن المجتمع العربي يريد إخراج هذه الورقة من معادلة الحسابات العربية الأمريكية وإدخال أوراق أخرى. والحديث أيضا عن فكرة الطاقة النظيفة، عن إتاحة التنمية المستدامة، عن حقوق الدول العربية في أيضا تخفيض الانبعاثات وعدم استخدام هذا الوقود الأحفوري بما يعني يساهم في تلويث البيئة، واستخدام على فكرة نفس الأوراق التي كان يستخدمها الجانب الأمريكي. مش أليست هذه هي الشعارات الأمريكية؟ أليست هذه هي المصطلحات الأمريكية، فكرة تقليل الانبعاثات والاستغناء عن الطاقة الأحفورية وغيرها من الأمور؟ المجتمع العربي الآن يؤمن بهذه المسارات ضمن مسارات التنمية المستدامة، أيضا الحديث عن الكهرباء والربط الكهربائي، وحتى رأينا الحديث طوال الوقت يمكن اسم مصر تردد كثيرا على ألسنة القادة العرب وعلى طبعا لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن حينما كنا نتحدث عن الطاقة النظيفة أو الطاقة الكهربائية أو قمة المناخ المقبلة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الملف خرج، ولكن هناك أيضا ملفات أخرى أهمها أن طبعا المجتمع العربي والدول العربية تسيطر على خطوط ملاحة هي الأهم، وعشان كده وجدنا بايدن يتحدث عن خطوط الإمداد والتموين والدور العربي في ضمان الملاحة، ولأن طبعا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي يريد الاستغناء عن الجانب الروسي فيما يتعلق بالنفط والغاز، فعليه أن يؤمن مسارات الملاحة أو تكون مسارات الملاحة الدولية الأخرى مؤمنة. طيب، بعيدا عن القلاقل التي تحدثها روسيا في البحر الأسود أو في بحر أزوف أو غيرها من النقاط. في محور آخر نناقشه مع حضرتك عن هذه القمة الخليجية الأمريكية، ما هي الأصداء أو ردود الفعل بالنسبة للأطراف الأخرى التي ورد ذكرها في هذه القمة، الرؤية الخليجية الأمريكية، ما هي تأثيرتها أو الصدى الذي تركته لدى الأطراف الأخرى وليكن في مقدمتها إيران وإسرائيل؟ أنا أعتقد أن بالنسبة لإسرائيل الرؤية واضحة منذ البداية، والجانب الإسرائيلي يدرك تماما أن هناك ثوابت عربية لن تتغير، وبالتالي الكرة في ملعب إسرائيل هي عليها أن تنجذب نحو هذه الرؤية إن أرادت أن تنخرط في عملية سلام شاملة وواسعة تضمن الاستقرار للمنطقة. وهذا جاء في القمة أن الأمر متاح إذا استطاعت إسرائيل أن تنخرط في اتفاق سلام شامل وعادل يضمن للشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته الفلسطينية، ومن ثم أعتقد أن هذا هو الأمر على صعيد الجانب الإسرائيلي. على صعيد الجانب الإيراني أنا أعتقد أن بالعكس الجانب الإيراني الآن
يرى أن المجتمع العربي يتحدث بشكل أكثر منطقية، أكثر موضوعية، وبسياسة واقعية. وأيضا يمكن الملك محمد بن سلمان، ولي العهد محمد بن سلمان، في كلمته أشار أن حتى الجار الإيراني مرحب بإنخرط في يعني مسارات السلام ودعم أطر السلام في المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أن الرسائل العامة لهذه القمة فيما يتعلق بمن يريد السلام، بمن يريد السلام، هي رسائل مطمئنة. أما من يريد إشعال الموقف أو عدم الانخراط في مسارات السلام سوف يرى أن هذه التصريحات يعني ليست على هواء. طيب ما دام الأمر هكذا، لماذا لا نرى حوارا مباشرا بين المملكة وإيران؟ لماذا لم تدعى إيران للمشاركة في هذه الاجتماعات أو هذه القمة؟ هذه قمة عربية تتخذ الطابع العربي، وبالتالي هي ليست لها طابع إسلامي، لها شكل محدد بالضبط. يعني هي في الأساس لمجلس التعاون الخليجي وبلس يعني ثلاثة الدول الشركاء الأقوى. لا، هو ما أقصده لماذا لم تجعل القمة من نفسها أكثر انفتاحا بحيث تشارك فيها إيران وتعرض موقفها؟ أم هناك نوع من التخوف أصلا من عرض وجهة نظر إيران؟ لا، أنا أعتقد أن حضرتك تشير إليه يحتاج إلى مؤتمر دولي للسلام أو مؤتمر أشمل لرؤية عامة للسلام بصورة موسعة، بالضبط، الإقليمي. وده أمر من الممكن أن يعني يكون موجود في المستقبل، أن يكون هناك نوع من أنواع مؤتمرات السلام الإقليمية، وأن تجلس كافة الأطراف على طاولة مفاوضات واحدة، ولكن أيضا القضايا متشابكة. ففكرة أن تجلس كافة الأطراف يعني مثلا الإيراني والإسرائيلي، يعني هناك أيضا ملفات ما بينهم وما بين بعض، ولكن أنا أعتقد أن الملفات من الممكن أن تحل بشكل منفرد ما بين الطرفين. ولكن هناك قنوات اتصال، وهناك دول عربية بتلعب دور مهم زي سلطنة عمان، دولة الكويت الشقيقة وغيرها من الدول. هناك دول بتستطيع أن تلعب نوع من أنواع تحريك مسارات السلام وتهدئة الأوضاع. أيضا التصريحات العربية كما أوضحنا في هذا الشأن، تصريحات كلها بتفتح الباب أمام الجانب الإيراني إذا أراد أن ينخرط في عمليات السلام والتسوية، وأن يجد أو نجد جميعا شرق أوسط يستطيع أن يعبر هذه الأزمات العالمية. أنا أعتقد أن يجب علينا جميعا في منطقة الشرق الأوسط الآن أن نفكر بسياسة الواقع، بسياسة أنه لا مجال ولا يوجد رفاهية في الوقت. علينا أن نتحرك جميعا لدعم مسارات السلام وتسوية الصراعات، لأن الصراع الدولي القائم أقوى بكثير من الصراعات الإقليمية، ومن ثم سوف يضاعف من تبعات هذه الصراعات الإقليمية. نعم. طيب، ينضم إلينا دكتور إسماعيل تركي، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك فندم، تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. شكرا جزيلا دكتور. هل ترى أن هذه القمة التي تبعناها اليوم في كلمات القادة يعني حملت رسائل إلى أطراف إقليمية ومن وراءها أيضا، وراء هذه الأطراف الإقليمية؟ بمعنى هل الرسائل هي موجهة لإيران فقط أم لحليفيها روسيا والصين؟ أنا بعتقد أنه هذه القمة حملت عديد من الرسائل في كافة الاتجاهات. أولها يمكن القول أن هناك رسالة قوية للرأي العام العالمي والرأي العام الأمريكي تحديدا، أن هذه المنطقة من الأهمية بمكان التي لا يمكن تجاهلها، وجود هذه الدول بهذه القدرات من الصعب إدارة الظهر لها وعدم تجاهلها، ويعني إعادة التموضع وتركها لملء الفراغ من قوى إقليمية وقوى دولية تريد الاستحواذ عليها بشكل أو بآخر. الرسالة الأخرى وهي الرسالة المهمة، أن يعني هذه القمة وكلمات القادة بعثت برسائل قوية مفتاها أن هؤلاء القادة أصبحوا أكثر وعيا وأكثر مسؤولية تجاه شعوبهم، أكثر قدرة على اتخاذ قرارات تمس مصالح الشعوب ومصالح المنطقة. لم يعد الأمر في أن هذه الدول تتعامل مع القوى الكبرى وتنفذ تعليمات، بالعكس تماما، هناك رؤية واضحة ومحددة. أعتقد أن السيد الرئيس يعني عرض رؤية محددة من 5 نقاط لها علاقة بكافة الأزمات التي تواجه المنطقة، أولها القضية الفلسطينية وضرورة أن يكون هناك حلا
دائم لهذه القضية بإقامة دولتين، الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 67، وأن إعادة القضية الفلسطينية للواجهة، وأن هذه هي قضية العرب الأولى، إضافة إلى أن هناك يعني مهددات أخرى ليس أبعدها الإرهاب، وكيفية أن هناك دول إقليمية وأطراف دولية تساعد الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار والأمن الذي يؤثر بالتالي على التنمية وعلى حياة المواطنين. هناك يعني نضج حقيقي من القادة العرب المجتمعين في كلماتهم بأن هناك قادة يلبون مصالحهم. كيف سمعنا أن إذا كان هناك رأي عام إسرائيلي وهناك رأي عام أمريكي، فنحن لدينا رأي عام يجب أن يحترم هذه المنطقة بما تحويه من مقدرات، خاصة في احتياطيات النفط والبترول والغاز، من الممكن أن تؤثر وأن تساعد في يعني الأزمة الاقتصادية، أو أن تقلل الأسعار التي يعاني منها المواطن الأمريكي والمواطن الأوروبي، وبالتالي احترام مصالح هذه الدول ومصالح شعوبها من الضرورة بمكان، وأن يكون هناك التزام من يعني القيادة الكبرى للعالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية بحماية ورعاية مصالح المنطقة، وألا تكون على يعني طوال الخط في الاتجاه الخط. نعم. طيب دكتور، إلى أي مدى ترى أن العنوان الخاص بهذه القمة، الأمن والتنمية، تم التعبير عنه بشكل كبير في مناقشاتها؟ يعني خلينا أقول لحضرتك، وإن كان التهديد الإيراني للمنطقة، سواء كان الملف النووي الإيراني حاضرا في كافة المباحثات لزيارة الرئيس الأمريكي أو حتى في القمة العربية، إضافة إلى أن إيران يعني تزعزع الدول المنطقة عن طريق أزرعها، سواء كان في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو حتى في لبنان، وبالتالي كان التعامل بجدية من خلال دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية في مساعدة دول المنطقة لوضع حد لهذه الأمور، إضافة إلى يعني محاربة الإرهاب ومساعدتها في كيفية يعني إيقاف هذه الظاهرة المميتة التي تؤثر بالطبع على عمليات التنمية في الدول، وتجعلها تبذل يعني ثمنا باهظا. راينا كيف ان مصر ومنذ العام 2013 دفعت ثمنا باهظا في محاربه الارهاب نيابه عن كافه دول المنطقه. كانت هناك في كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محور خاص بالارهاب، وكيف ان يعني يجب ان يكون هناك مساعدة من كافة الدول لتنمية قدرات الدول في محاربة الإرهاب، وتستطيع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد دول المنطقة وأن تزيد من قدراتها لمحاربة هذه الظاهرة يعني التي تهدد الأمن وتهدد التنمية بالطبع، وبالتالي أن يكون العنوان للقمة هي الأمن والتنمية هو يعني شيء مهم جدا، خاصة أن القضيتين مرتبطتين ببعض بشكل كبير، كل منهم يؤثر على الآخر ويتأثر به، وجود الإرهاب ووجود الأزرع التي تزعزع الاستقرار في المنطقة يعطل عمليات التنمية. طيب دكتور، ويكلف الدول يعني تكلفة باهظة. نعم، رجاء أن تبقى معنا لنواصل الحوار. نواصل مع حضرتك دكتور، عايز يعني أسأل عن جزئية مهمة وهي مسألة البيان الختامي. نحن الآن نترقب البيان الختامي لهذه القمة، ما الذي تتوقعه بالنسبة لمعالم هذا البيان، خاصة في محور الأمن ومحور التنمية؟ أنا أعتقد أن يعني ما يتوقعه الجميع أن تكون القضية الفلسطينية في صدارة هذا البيان، أيضا فيما يتعلق ببنود لها علاقة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة والتعاون في هذه المجالات، أيضا تعزيز الشراكات الاقتصادية ما بين الجانب الأمريكي والجانب العربي، دفع أطر السلام في منطقة الشرق الأوسط وحلحلة كافة القضايا في المنطقة، كلها بنود من المتوقع أن تكون بالتأكيد على يعني أو ضمن هذا المخرج النهائي من هذه القمة. نتواصل مرة أخرى مع دكتور إسماعيل تركي. دكتور، ما هي أهم النقاط أيضا التي تتوقعها حضرتك بالنسبة لهذا البيان الختامي، خاصة مع ورود بعض المعلومات أن الولايات المتحدة ومن خلال الرئيس بايدن
تعهد بتقديم حوالي مليار دولار لمواجهة قضية الأمن الغذائي في المنطقة. أنا بعتقد أنه يعني البيان الختامي سيحمل العديد من الرسائل باتجاه القضايا المطروحة، سواء كان فيما يخص الأزمة في اليمن وكيفية تمديد الهدنة لأن تكون سلام دائم. رأينا أن هناك اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي فيما يخص الموضوع، إضافة إلى تطمين عدد كبير من الدول الخليجية فيما يخص أنها سواء كان بزيادة يعني أنظمة الدفاع ضد المسيرات الإيرانية من خلال أذرعها، تطمين عدد من الدول فيما يخص التهديد الإيراني، إضافة إلى أنه سيكون هناك بالطبع يعني اهتمام وتنبيه لقضايا المناخ والتحول للطاقة النظيفة، خاصة وأن مصر تستضيف قمة المناخ العالمية في نوفمبر القادم ويتم الترتيب لها والإعداد لها بشكل جيد حتى تخرج بأقصى قدر من المنفعة لكافة دول المنطقة. أعتقد أن هناك سيكون التعامل في هذا البيان الختامي بما يلاقي اهتمامات وتخوفات الدول المجتمع، إضافة لأنه سيتم الإشارة إلى كيفية المضي قدما والدفع في سبيل أن تكون هناك مفاوضات مباشرة ما بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. وأعتقد أن هذه المسألة قد تبدو من الصعوبة لأن الولايات المتحدة أتت وليس لديها رؤية فيما يخص القضية الفلسطينية. طيب دكتور، ضمن البنود التي وردت في البيان الختامي لهذه القمة العربية الخليجية الأمريكية مسألة احترام القانون الدولي في أوكرانيا ومسألة إدانة الإرهاب، كيف يمكن التعبير عن هاتين الجزئيتين في الفترة القادمة في رأيك؟ أنا بعتقد أنه الدول العربية ولأول مرة كانت يعني صريحة وواضحة وشفافة فيما يخص الأزمة الأوكرانية منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي، خاصة وأن كافة الدول العربية أدانت العملية العسكرية وأدانت الهجوم الروسي على أوكرانيا، إضافة إلى أنها امتنعت عن تنفيذ العقوبات على روسيا بشكل وحادي، وهو ما يمكن اعتباره أن الدول العربية تلتزم بمواثيق الدولية والشرعية الدولية وتلتزم التزام كامل بما تمليها يعني القرارات الدولية، ولا يعني تحاول أن تبقى يعني على الحياة قدر الإمكان وتساعد في أن تصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة دون يعني التورط أو الانجراف ناحية طرف على حساب طرف، خاصة وأن المنطقة العربية وخاصة يعني جمهورية مصر العربية من الدول التي تضررت بالشدة جراء ارتفاع أسعار النفط أو حتى تهديد سلاسل الإمداد والحبوب، خاصة وحضرتك تعلم أن مصر كانت تعتمد بشكل أساسي على استيراد الحبوب والقمح من روسيا وأوكرانيا. شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل التركي الباحث في العلاقات الدولية. نواصل حوارنا مشاهدينا عن هذا الموضوع مع الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي. أستاذ جمال، ضمن البنود التي وردت في البيان الختامي لهذه القمة الخليجية الأمريكية مسألة احترام القانون الدولي في أوكرانيا، لماذا تحديدا هذا العنوان من خلال هذه القمة العربية الخليجية الأمريكية؟ هل يحمل هذا البند تحديدا رسائل معينة إلى روسيا؟ هذه في الحقيقة أو هذا هو موقف معتدل للغاية. هنا أرجع العرب الموقف إلى أحكام القانون الدولي، ومن ثم رجوع لأحكام القانون الذي يحكم المجتمع الدولي، وبالتالي لم تنحاز المجموعة العربية لهذا أو ذاك، ولكن وسطت القانون في رؤيتها تجاه هذه الأزمة، وهذه نقطة في غاية الأهمية وصياغة أنا أعتقد أن هي محكمة في هذا البيان، نأت بالرؤية العربية أو بالصياغة أن تذهب بالرأي العام العربي أو بالرأي العربي إلى دعم هذا الطرف أو ذاك الطرف. ضمن البيان الختامي أيضا مسألة إدانة الإرهاب، والرئيس بايدن أشار إلى جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في عدد من الدول لا سيما سوريا والعراق واليمن والصومال.
هذه الجزئية كيف ترى أنها يعني ستخرج إلى أرض الواقع بإجراءات عملية جديدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية حينما دخلت المنطقة دخلت بحجة الإرهاب، وبالتالي أعتقد أن ظاهرة الإرهاب لم تنتهي بعد، وبالتالي يجب أن يكون هناك مش تدخل أمريكي في المنطقة، ولكن تعاون مع الدول التي تستطيع مجابهة هذه الظاهرة، ودعم الدول القادرة على التصدي للإرهاب، وإيجاد شراكات حقيقية سواء مش بس أمنيا ولكن حتى تنمويا، عشان كده القمة تتحدث عن التنمية وعن الأمن، لأن ده حتى واضح في التجربة المصرية، فكرة دائما أن يسير أو تسير الرؤية الخاصة بالتنمية مع رؤية الأمن، فهذا يدعم الاستقرار الداخلي. وبالتالي أنا أعتقد أن محاور الإرهاب أو محور الإرهاب أحد المحاور المهمة التي يجب أن تستمر في الشراكة الأمريكية العربية، بل يجب أن تدعم خلال الفترة القادمة، خصوصا أن المناخ الآن في المجتمع الدولي في الحقيقة للأسف يدعم تنامي ظاهرة الإرهاب. شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي ونائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لكل السادة المشاهدين. ومشاهدينا هكذا كنا معا على مدار نحو ساعة إلى ربع تقريبا في متابعة وتغطية لأصداء هذه القمة الخليجية الأمريكية، بهذه القمة التي شهدت مجموعة من المحادثات والتصريحات من عدد من القادة العرب والخليجيين، وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اختتم زيارته للمنطقة بعد 4 أيام كاملة زار فيها أيضا في البداية إسرائيل. لا شك أن قناة النيل ستكون معكم دائما في متابعة دورية ودؤوبة لهذا الموضوع وغيره من القضايا المثارة عربيا ودوليا وتحديدا في برنامجنا المشهد. شكرا لكم على هذه المتابعة وإلى اللقاء.